ايوا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم معاذ عبد الله وي في حلقه جديده وفيديو جديد. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي دار ضجه في العالم باسره وخربق الناس كاملين. او ماي جاد. الموضوع ديال اليوم هو كورونا فيروس. كورونا ها كورونا شنو هي؟ عاودي كورونا ها كورونا. السنة الماضية عشنا واحد المرحلة مع واحد الفيروس اللي كان سميته H1N1 واللي تعرف طبيعة الحال كيقولوا لي إكسبانزا ياك ديال H1N1 أخوتي قالوا لي مرض واعر قتل شحال من واحد واللي اليوم ما بقينا كنسمعوا عليه حتى حاجة كاع نهائيا نقرض اختفى إيوا هو يعوض هذا كورونا هذا تاني مرض كورونا مرض خايب وكنت منها يبقى في الشينوا ما يجيش للمغرب ما عرفتي مرض خايب ما خصوش يجي الشينوا لا حول ولا قوه الا بالله دار يمكن دعوه ديال دنيا باط ما قالت المغاربه الله يعطيكم السلامه يمكن هذا هو مرض كورونا ولينا دابا كبيرا وصغيرا كيهضروا على كورونا فيروس اللي هضرتي معاه كورونا فيروس اللي دار الروينه يا صديقي الروينه انا هو المرض كورونا جا هو انا توش واخد الدواء ديالك تقلب تجي بحال شويه ماشي هو هذا بصح متاكد انت هو المرض كورونا متاكد انا هو كورونا انتما ما تصفقوا ما تزغرتوا وعلى حسب بعض الاحصائيات الناس اللي توفوا بسبب هذا الفيروس هذا ما يقارب 180 واحد والناس اللي مصابين به ديجا تقريبا 9000 8500 بيتادين وتحميرة عندنا ما يمشي ما يجي معاه بيتادين وتحميرة بيتادين وتحميرة جايب لي الوصفة بيتادين التحميرة هي وداوي وطلي خضرة مرة خاصها تطيب شوية ومن بعد ما تكتشفوا بزاف ديال الحالات بزاف ديال الدول ونقدروا نقولوا جميع القارات اللي هما اوروبا امريكان اسيا استراليا واظن افريقيا الناس تربجوا لهم الكواري تخربقوا في بالون ديالو بالمغربيه الباسر واقيلا ولا شي لعبه الباسر الحنافظ فهمتي سمات الحنافظ الحنافظ الباسر كينوضوا من لتحت وعلاش بالضبط قلتي الباسر والباسر حيت هو كيبقبق فهمتي كاع الناس ولاو خايفين هاد الجيحه تضرب العالم كامل ولينا شي واحد تيعطس حتى كل تيجي الروح تقول له ضد 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 كورونا ضد ضد كاع محلات كاع كورونا شتي اللي قالوا غسلوا وليدكم الصابون مزيان شتي اللي قالوا لنا ترى كلك خاصك ترقد في جميل والواقع المريض اللي هو خلعنا كاملين هو انه صعيب تعرف شكون اللي فيه كورونا فيروس او شكون هو الشخص المصاب بكورونا فيروس علاش لانه بكل بساطه كيجيك الروح الناس المصابين كورونا فيروس كيجيهم الروح يعني ما يمكنلكش تميز واحد فيه كورونا فيروس وواحد فيه غير الروح كورونا ديال الماكله ديك اللي كيقولها ديال الخص ولا خص امشي ديك خصه الجوع اللي كنعرف ما تقول لي كورونا وش حاجه خاطئه يعني اول مره كنحس بالتبريشه في الجمجمه ديالي هي شي حاجه الا جات ما كيصيط من مورا حتى واحد الا جات شي حاجه كنعاد الدريان كيضرب من هذا ما كيصيط من مورا حتى واحد رقاوي انت اخو كاع ما تقدرش تعيق علينا رقاوي وبطبيعه الحال جينا نهضروا علميا ما يمكنناش نقولوا غير الروح لان الروح بوحدو قتل اكثر من 500,000 واحد غير الروح اللي جاهم غير الروح هرب كيفاش تهرب ما خاصك مش توقع راسك زعما دير لي فاكسان وداكشي اكتشفت بانك انت واحد الصديق نيتك صفى من وجهك كورونا فيروس جديد مهم قال لك بدا في جابون ولا ما عرفتش في كوريا شي حاجه في هكا الخلطه ديالي انا وليدي علاش انا اللي قلت لك ها العار عطيه يجرب ما في خبريش باللي سيدنا مخلصش لا فيزيت تكنيك ديال ملغيغتو وباش نجزموا ان الانسان مريض بكورونا فيروس ضروري يكون يلاه جا من الصين او عنده اتصال مع شي واحد في الصين ماشي اتصال هاتفي اسم محمد كونتاكت يعني جا عنده شي واحد من الصين او شي واحد من الدول اللي متفشي في هذا الفيروس لا هما سمعتوا كاع كابيس الموسي دور الروح هذا هو اللي كنعرف هل الانسان غالطا ام اكل الكاغيط والسؤال بطروح هو شنو هو العلاج لهذا الفيروس هذا او هذا المرض هذا الجواب هو ما كاينش ابو جرعك هاي هاي يا
وإلا بغينا نعرفوا المزيد من المعلومات على هذا الفيروس هذا خاصنا نتشيكو مواقع اللي هي موثوق منها بحال موقع منظمة الصحة العالمية، وما نبقاوش نتصنتوا ونسمعوا ونشوفوا الفيديوهات ديال التخربيق ديال دوك الإذاعات ديال والو ديال التلعبة. والله الراجل دا بيتكلم كلام زي الفل، لأن في أغلب الأحيان تيجيبوا لك معلومات اللي هي مغلوطة. هذا مالو؟ إذا علاش كيقل؟ لأن حسب التقارير اللي خرجت امبوسيبل نعرفوا فين يقدر يوصل هذا الفيروس هذا، أولا فين وصل دابا الانتشار ديالو بالتدقيق. الوضع اكتشاف كلشي غادي يطرح السؤال ديال علاش ما لقيناش العلاج لهذا الفيروس هذا، وعلاش انا وحنا عندنا الطب والعالم وبتاع وامريكا والخيال العلمي. سهله وبسيطه، ده انت وصلت يا جدع، والله الف مبروك، والله العظيم ثلاثه، والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه. علميا اثبت ان هذا الفيروس يتكاثر بسرعه، كيتناسخ بسرعه، تيدوبليكا بسرعه كبيره، وهاد الدوبليكاسيون السريعه شنو تدير؟ كتساعد انه يوقعوا فيه طفرات جينيه، يعني بصيغه اخرى اختلالات في التشكل. ما فهمتينيش، غادي نفسر لك. اللاين ديال هذا الفيروس كيتبدل، ما كيبقاش هو لو ميم، متغير متحول، يعني صعيب جدا نلقاو ليه الدواء. انا جم فمك درت نجمعها معاك، جم فمك. وغالبا هاد المرض تيجي الناس اللي هما كبار في السن، اولا الناس اللي عندهم نقص المناعه، اولا الناس اللي كيديروا الشيميو. الله يسترنا ويستركم خوتي خواتاتي، الله ينجيكم والله ينجينا جميعا، والله يفك هاد المحنه على خير ان شاء الله بحول الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات الجداد ان شاء الله، وما تنساوش لايك، وبطبيعه الحال بارطاجيو هاد الفيديو مع اصحابكم لتعم الفائده. الى حلقه جديده وفيديو جديد ان شاء الله بحول الله، معكم معاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.